استاذ محمد رجع لنا تاني، اتفضل. يوصل ابدا ابدا للانطلاق واقع على المشوار. استاذ محمد، استاذ محمد رجع لنا تاني اتفضل. السلام عليكم. استاذ محمد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبل ما اقول لك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وطي لنا التلفزيون شويه الله يكرمك. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. والله انا في مشكله حصلت بينه وبين زوجتي وانفصلنا عن بعض. انفصلنا يعني ايه؟ راحت لبيت اهلها ولا انفصلتوا يعني اتطلقتوا؟ لا اتطلقنا، اتطلقنا بقالنا فتره يعني. اتطلقتوا بورق رسمي يعني؟ اه بورق رسمي. اه وانت طلقتها على الابراء، فبقى الطلاق ده باين بينونه صغرى؟ لا والله اتجوزت يعني، هي طلقتها وهي اتجوزت. طيب يا سيدي وبعدين؟ طلقتها واتجوزت وخلفت سنين كمان. طيب وبعدين؟ تمام. دلوقتي انا راجل مريض وما بقدرش اشتغل. ما بتقدرش ايه؟ عيالي اللي هم منها بعتتهم لي وقالت لي ماليش دعوه بيهم. ما قالت لك ماليش دعوه بيهم، يعني ماليش دعوه بنفقتهم ولا ماليش دعوه بتربيتهم؟ خالص، هيك ماليش دعوه بيهم. هما سنهم كام؟ سنهم 14 و 13 ومعاها بنتي. معاها هي مع بنت صغيره منك برضه. هما كانوا ثلاث اولاد؟ كانوا ثلاثة. اه يعني البنت اللي عندها كام سنه؟ اكيد اللي اصغر عندها 6 سنين. عندها 6 سنين. طيب هي قالت لك الاولاد اللي هم 14 و13 هي مش قادره على تربيتهم ولا رجعتهم لك كده لان هي جوزها مش راضي بيهم؟ لا هو هي رميتهم كده وقالت لي لا ماليش دعوه بيهم، تصرف زي ما انت عايز تتصرف. ليه قالت لك كده ليه؟ هي عشان خاطر الجراحه اتجوزت يعني. ايوه يعني جوزها مش قادر. انا تعبت وجات لي ظروف مرضيه، عندي مرض اسمه مرض الفصام. وبعدين؟ تمام. بتنفق على الاولاد دي ولا لا؟ يعني مش متاثره يعني. ايوه تمام. طيب يا سيدي مش طب خد والدتي معاك اهي، والدتي معاك اهي. السلام عليكم يا دكتور عبد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. بص يا دكتور، هي لما تعب وحصل له اللي حصل قالت له انا ما شيلش مريض. طلعني عشان انا ما ينفعش اشيل عيان. احنا دلوقتي انت خلاص انتهينا من مساله ان هو طلقها، هي اتطلقت وخلاص. وهي دلوقتي بقى مش طايقه العيال وتقول لهم عيالك ما يجوش عندي ولا يخشوا بيتي ولا يجوا لي ولا اشوفهم ولا يشوفوني، انا ما ينفعش اصرف عليهم. يبقى هي المساله ان هو ابن حضرتك بسبب مرض خلاص ما بقاش عنده عمل دلوقتي. فما بقاش يدفع تكلفه نفقه الاولاد، صح كده؟ يا دكتور مهما كان يعني هم العيال قاعدين معايا، الولدين دول قاعدين معايا، يعني لما اقول له يا بابا انا عايز اروح ابص على امي واشوفها حرام؟ لا لا معلش حضرتك، واحده واحده بس عشان بس نتكلم. انت دلوقتي قلتي لي ان المساله كان السيد محمد كان بيسالني على مساله ينفع ان هي ترمي اولادها ولا لا، صح كده؟ هي كده ما هي رمياهم، ما هي رمتهم فعلا. يا حاجه معلش. نعم. ممكن تجاوبيني على الاسئله اللي بسالها لك عشان نقدر نجاوب؟ اتفضل. فانا دلوقتي قلت ان هي رمت الاولاد بس ما قلتليش ان هو بسبب الفصام ما بيشتغلش. ايوه. فهو ما بينفخش على الاولاد. ايوه. فزوج طليقة ابنك قال لها انا مش هقدر اصرف على اولادك، صح؟ لا ما قالهاش كده. خلاص قال لها معيان وتشيليني وان شاء الله ربنا يعفى عني. طيب خلاص، انت بتساليني دلوقتي هل الست دي اللي فعلته ده جائز ولا مش جائز؟ هجاوب حضرتك يا فندم. بصوا يا جماعه، احنا اولا ليس هناك من العقل ولا من الديانه ولا من الأخلاق إن في حد من الوالدين يتخلى عن أولاده، لكن ليس معنى إن حد يتعرض لظرف آخر فمين الذي يجب عليه النفقة؟ فهي إذا كانت طلبت من زوجها إن هو ينفق عليها أو ينفق على أولاده أو يتصرف عشان ينفق على أولاده
فهذا ليس حراما، هي طلبت منه ان هو يتولى النفقة على الاولاد، وبما انها مش قادرة تنفق عليها فهي طلبت منه ان هو ينفق على الاولاد. لكن التخلي بقى وعدم ارادة رؤية الاولاد وان هي تقطع الصلة بينها وبين الاولاد، وان خلاص لان هي اتجوزت تتخلى عن الاولاد تخليا تاما، هذا حرام. طلب النفقة من الزوج هذا واجب، فهي تتخلى عن أولادها تخليها عن أولادها تماما، ده حرام. لكن طلبها من زوجها إن هو يتولى أمر النفقة عن الأولاد ده واجب على زوجها. زوجها لابد إن هو يتصرف وينفق على الأولاد، أو ينفق على الأولاد من بعده من المسؤولين عن هذا الزوج الذي لا يستطيع أن يعمل. غير كده مش هنقدر نلزم امرأة ان هي تنفق على اولاد وهي ليس لها مصدر من الكسب. الكلام واضح، تخليها عن اولادها وعن تربيتهم حرام، وجوب نفقة الاب على الاولاد واجب شرعي. كلام واضح وليس فيه اي مواربة وليس فيه اي مبالغة ولا اتهام لحد، بل على كل واحد من الزوجين ان هم يقوموا بواجباتهم، وقبل ما الناس تتطلق عليهم ان هم يديروا حياة الطلاق عشان يوصلوا لطلاق متحضر وطلاق محترم يحافظ على الواجبات الشرعية سواء من الأم أو من الأب. يا رب الهمنا الصواب والرشد عشان نقدر نكون بحق نعمة أولادنا اللي الله سبحانه وتعالى أودعهم أمانة عندنا، وإن احنا يجب إن احنا نرعاهم مش نضيع مستقبلهم ومش ندمر نفوسهم، لأن ده كله احنا مسؤولين عنه، لأن كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي. يا رب الهمنا الصواب والرشاد، واجعلنا دايما من أهل التوفيق، واجعلنا في سعتك وفي رحمتك وفي بركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الهمنا الرشد والصواب في كل وقت وحين يا رب العالمين.